أهداف السياسة الإسرائيلية في القدس على هذا النحو: الأهداف الأمنية، توفير حزام أمني أكثر قربا من مناطق القدس الآهلة بالسكان ومن الساحل، تكثيف دفاعات الطريق المؤدي إلى القدس من جهة الساحل، حماية الطريق المؤدي إلى القدس من جهة نهر الأردن. فالحزام الأمني الرئيس على امتداد نهر الأردن يعد من وجهة نظر عسكرية استراتيجية أفضل وأهم من كثير من مستوطنات الضفة الغربية وممر القدس، كما استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات رغم مفاوضتها مع الطرف الفلسطيني مع بدء العمليات السلمية بعد توقيع اتفاقية أوسلو وغزة أريحة في 13 مارس 1993. الأهداف الديموغرافية، اعتمد قادة إسرائيل 1967 مبدأين أساسيين في سياستهم التهويدية للقدس الشرقية: زيادة عدد السكان اليهود وعرقلة نمو السكان العرب وإجبارهم على بناء منازلهم في أماكن أخرى. وفي 1967 قام جنرالان إسرائيليان شلومو لاهط ورحبعام زئيفي برسم الحدود الجديدة لبلدية القدس وفقا لمبدأي ضم الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لبناء المستوطنات وإقصاء التجمعات الفلسطينية الكبرى عن نطاق البلدية تقليصا لعدد الفلسطينيين. وبناء عليه قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فعلا بمصادرة ثلث أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطناتها الكثيفة ومستلزماتها من بنى تحتية وغيرها، كما منعت الفلسطينيين من البناء على 80% من الأراضي المتبقية، وهي 39 كيلومتر مربع من مجموع 46 كيلومتر مربع، بحجة وقوعها خارج المخططات الهيكلية الحصرية الموضوعة للقدس الشرقية العربية. الأهداف الاقتصادية والسياسية، عد تحويل القدس الكبرى من مدينة إلى منطقة فصلا بين المناطق الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية، وساعد في تفكيك التواصل الجغرافي وتحكم في حركة الفلسطينيين بحيث جعل الدولة المرتقبة غير قابلة للحياة وجعل سيادتها مصطنعة ومخلخلة. وجاء الإعداد لإقامة القدس الكبرى بكثافة سكانية يهودية لشل الحياة الفلسطينية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، لأن 40% من الاقتصاد الفلسطيني يدور حول المدينة من خلال السياحة والحياة التجارية والصناعة، كما أن انتزاع المدينة المقدسة من الحيز الفلسطيني يقضي نهائيا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة، إضافة إلى خطر أن يعترف العالم بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وما يعنيه من اعتراف دول العالم بسياسة الأمر الواقع. الأهداف الدينية، طمس معالم الحضارة العربية الإسلامية في القدس من خلال هدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرهما من رموز الحضارة وتقاسمهما مع العرب والمسلمين، إقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى ليكون محل جذب لليهود من شتى أنحاء العالم.